أنا عايز أرجع على نقطة معينة متعلقة بما بين الصناعة والاستثمار، بس عايز أروح الأول لدكتور محمد عزام علشان أقدر أو أظن في وجهة نظري، صح لو أنا غلطان، وبرضه يا ريت كمان دكتور هشام يشترك معنا في هذه المناقشة. أنا مش عايزها تبقى سؤال وسؤال، إحنا عايزين نقعد نتناقش بجد. يعني مسألة التحول الرقمي بشكل عام ومسألة الفينتك بشكل خاص اللي تساعدني أكتر على إن أنا أبدأ أدخل قطاعات كنا نصفها ولا زلنا حتى هذه اللحظة بأنها قطاعات الاقتصاد غير الرسمي، دي تفرق معايا كتير جدا في ملف ما بين فكرة نمو اقتصادي وتنمية شاملة في البلاد، علشان أقدر أخش في هذا الملف بشكل أكثر قوة، يحرك الملفات بشكل أكثر سرعة. أنا محتاج إيه؟ شكرا طبعا على السؤال، واستكمالا لكلام الدكتور هشام، حقيقة لو احنا بنتكلم على تنمية مستدامة احنا عندنا كرسي بثلاث رجلين حقيقة. منظومة اقتصادية، منظومة تكنولوجية بمفهوم امتلاك التكنولوجيا، وسياسات عامة داعمة للكلام دوت. واحنا لو بنتكلم على التحول الرقمي فهو جزء من مفهوم اكبر اللي هو فكرة الاقتصاد الرقمي. ولو بصينا على الاقتصادات المتقدمة أو الاقتصادات اللي حصل فيها طفرات كبيرة جدا زي الاقتصاد الصيني وقبله الاقتصاد الكوري وقبله الاقتصاد الياباني بدءا من الحرب العالمية الثانية، يعني هنلاقي إن المكون التكنولوجي هو الأساس، وبالتالي التكنولوجيا تصنع الفارق حقيقة وتعمل طفرات وتحقق معدلات نمو كبير جدا. وهتلاقي من هذا القطاع حقيقة غير إن هو قطاع هو بينمو بسرعة كبيرة جدا ويمكن 16-17% في السنة، إنما هو قطاع يغير شكل الاستثمار في مصر في مجالات كتيرة جدا، في مجالات شركات النشأة. احنا بنشوف شركات النهاردة نشأة مصرية بتقدر تحقق 350 مليون دولار في راوند واحد من الاستثمار، وبنتكلم على شركتين وصلوا إلى فوق المليار دولار كقيمة سوقية. إنما طبعا لازم نكون طماعين جدا في هذا الملف بشكل كبير جدا، إن أنت ممكن تلاقي شركة ناشئة شغالة في التكنولوجيا النقدية زي ما حضرتك بتتكلم، أو في الأمن السبراني، أو في الذكاء، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بنتكلم على قيمتها السوقية تصل إلى 15-20-30 مليار دولار، وهي شركة فيها 10-15 واحد. وبالتالي إحنا لازم نبص لهذا القطاع نظرة مختلفة تماما، تطبيقاته لا متناهية حقيقة. بنتكلم على، لو احنا بنتكلم على منظومة اقتصادية فقادرة على المنافسة، انا بتكلم على توطين التكنولوجيا بمفاهيم الثورة الصناعية وما بعدها. لو بنتكلم على منظومة صحية وبناء صحة الإنسان حقيقة، بتكلم على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الصحية ووضع خريطة للصحة العامة في مصر، بتكلم على استخدام التكنولوجيا في التشخيص عن بعد، في استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر للأمراض. بنتكلم على، لو بنتكلم على مجال الزراعة بنتكلم على التكنولوجيا الحيوية، بنتكلم على مجال السياحة، احنا بنتكلم النهاردة على مفهوم السمارت توريزم، بنتكلم على المفهوم حضرتك التنمية المستدامة وخاصة في تغير المناخ. هنلاقي ان التطبيقات دي تفتح لنا فرص كبيرة جدا لاحتضان الكثير من الشركات الناشئة، ولازم يبقى ليها محفزات مختلفة ان هي طبيعتها مختلفة، ولازم يكون ليها معاملة بقوانين بطريقة جذب استثمار مختلف، ان الشركات الناشئة طريقة الاستثمار فيها مختلفة عن الشركات القائمة اللي شغالة في الصناعات طبعا التقليدية. فبالتالي المستثمر هنا في شركة الناشئة ما بيجيش عشان يستثمر على طول حقيقة، هو بيجي لفترة معينة وعشان يعمل اكزت او يطلع من الشركة الى مستثمر اكبر وان هو ياخدها الى البورصات العالمية. فاحنا بنتكلم على مناخ في هذا الاتجاه في منتهى الأهمية، وقد يصنع الفارق بشكل كبير جدا. واحنا لو بصينا تجربة الصين، والنهاردة بنتكلم على تجربة فيتنام وتجربة كمبوديا وتجربة ما قبلها التجربة في أمريكا وما قبلها التجربة في اليابان، المكون التكنولوجي 13% و15% من هذا الاقتصاد الضخم جدا. وده بيستلزم كمان ان احنا لو بنتكلم على التنمية البشرية فهو بنتكلم على الاستثمار في البحوث والتطوير، هي ما بقتش جزء من الرفاهية طبعا. الدول الكبرى اللي يعني هقول لحضرتك حاجة، 1.7 تريليون دولار بتستثمر فيهم الشركات الكبرى في البحوث والتطوير، بينتجوا بيها 25 تريليون دولار، يعني 25% من الناتج العالمي. ده بس هقول لحضرتك تودين ان الاستثمار في البحوث والتطوير اصبح حتى مفهوم جديد في العالم، اصبح ان هو ده جزء في الاستثمار في البنية التحتية.
في المعاهد البحثية، في البحوث التطبيقية، في البحوث الأساسية، ودي لازم يتم ضخ فيها استثمارات كبيرة جدا عن طريق الصناعة مع الحكومة مع شركات التكنولوجيا. حقيقة هو لازم المثلث ده يبقى متكامل، ان الناس متخيلة ان البحوث والتطوير مسؤولية الدولة، ده مش حقيقي. العالم كله 70% من الاستثمارات في البحوث والتطوير جايه من القطاع الخاص، استثمارات خاصه مظبوط، ان هو اللي بيحل له مشكله، هو مزبوط. اللي عاوز يزود تنافسيته، هو اللي عاوز ياخد اسواق اكبر، هو اللي عاوز يتفوق تكنولوجيا علشان يطلع المنافسين من خارج الاطار التنافسي.